يعني هو مو كلش حصري بس حصري. هو يعني شبه بشرى الأهل بغداد نعم. بالذات إنه قريبا جدا راح تطلق أول 3 مشاريع من أول حزمة فك الاختناقات المرورية. قريبا جدا 3 مشاريع راح تطلق وبعدها تباعا راح تطلق المشاريع الأخرى 1.5 إلى 2 سنين. راح يصير زخم في بغداد، نعم راح يصير زخم، لكن هذه المشاريع راح تفك أزمة كبيرة من اختناقات 3 جسور حدود 15 إلى 16 مجسر ونفق، تأهيل شوارع وساحات إن شاء الله. راح تصير يعني لمسة حضارية. نوصل لدوامنا ب10 دقائق؟ نوصل لدوامنا إن شاء الله ب10 دقائق. يراد لها وقت وصبر، راح يذمر المواطن من الازدحامات اللي يصير إضافة إلى هذه، لكن وراها إن شاء الله راح تنحل. فقريبا جدا أول 3 مشاريع. حلو هذا الخبر.